وأول فقراتنا حنروح فيها لعالم التنمية، هذا العالم الواسع. وقت اللي بنروح نقدم على أي عمل بأي وظيفة هايدي، دائما بنروح لتقديم السي في. ضمن السي في بنلاقي جملة الخبرات السابقة. هي الجملة ما تم وضعها عن عبث، اليوم هي الخبرات هي خلينا نقول الخطوة الأولى اللي بتزيد الفرد من مهاراته، وبتكون من أهم أساسات النجاح بهذا العمل، حتى أنه هي عامل جذب يعني عند رب العمل. وقت اللي بيكون صاحب الشغل بيشوف عندك هي الخبرات، فبتكون لك الأفضلية بالقبول. رح نحكي عن أهمية الخبرات السابقة بعالم التنمية، إن كان بالوظيفة وإن كان حتى لو الشخص عم يشتغل على مشروعه الخاص. أكيد رشا، يعني كل شخص اليوم عنده مشروع معين حابب إنه يطبقه على أرض الواقع، فأكيد موضوعنا كتير مهم له. أكيد كمان مشاهدينا، لكل طالب جامعة اليوم بعد ما يتخرج بشوف كتير من الصعوبات يلي بيطلبوا الشركات، وكتير وظائف بيطلبوا خبرة عملية مهنية. طبعا الموضوع بحاجة لاكتساب مهارات، معلومات، خبرات، وهذا الشيء من خلال الدورات التدريبية يلي منشوفها أو الأنشطة التطوعية، وكثير من الأمور يلي ممكن تدعم وتلائم مجالنا. لهيك أولى مساحاتنا رح نحكي كيف ممكن نحن نكتسب خبرة قبل العمل، من وين، وشو هي خطواتنا للمشاريع الصغيرة. كل هي التفاصيل مشاهدينا مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو، مدرب التنمية البشرية محمد لؤي الموحد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. عم نحكي اليوم عن فكرة خلينا نقول هي حاليا هي الأهم، وخاصة ضمن سوق العمل بالظروف اللي عم نعيشها اليوم. بلشت هيك الأمور تتحلحل، وبلش الشباب مفروض ياخذ فرص جديدة بحياته، ولكن كنا عم نحكي إنه للأسف يعني صارت الخبرات أهم من الشهادات ببعض المجالات. هلا أكيد الشهادة هي ضرورية وهي أحد أساسات النجاح، ولكن وقت اللي بتكون الشهادة ما بترافق هاي الخبرة فبيكون في نقص عند الفرد. خلينا نحكي عن أهمية اكتساب الخبرات. تمام. الفكرة اليوم انه نحن شفنا ببدايات من زمان كنا نسمع ان شهادة التاسع هي كتير مهمة واساسية، بعدين شفنا انه صارت البكالوريا، بعدين صاروا اثنين عاديين، بعدين صارت اليوم التطور السريع الموجود والناس اللي صارت كلياتها عم تحصل على الشهادة، فصار شهادة الجامعة هي لا تقل اهمية، ولكن اصبح امر عادي أن الشخص اليوم يطلع للحياة العملية ومعه شهادة جامعية فهو أمر عادي طبيعي. فبينسأل فورا السؤال التالي، أنه بيمشوا بشكل بسيط على شهادة الجامعة وبعدها شو الخبرة الموجودة معه. هذا الشيء اللي عم يواجهه كل الشباب اليوم اللي عم يدرسوا وعم يواجهوا صعوبات بظل هاي الظروف. طيب نحن شو اهميه هاي الخبره؟ دائما اليوم بننظر ارباب العمل للخبره بانه انا اليوم وقت بدي اجيب شخص عنده خبره كبيره فانا معناتها شخص بيملك مجموعه من الخطط، مجموعه من الاليات اللي هو بيتعامل فيها، خبره بالنظام بالشركه، خبره، فهو بيوفر عليه وقت، بيوفر عليه تدريب. فدائما مصطلح الخبره موجود، وللاسف اليوم الحصول على الخبره امر صعب لكل طالب، ولكن هو بالواقع سهل، ولكن دائما بنظروا منه انه هو امر مستحيل، ودائما لانه بيسعى كمان الشخص اللي بيكون طالب جامعي او عم يدرس او الى اخره انه فورا بده يصير هو المدير. ما فيك تحصل هيك على الخبره، بده يبلش الواحد شوي شوي، فالخبره لها اهميه كبيره. بالتالي كمان فينا نشبه الخبره بشخص كان عم يدرس مثلا فنون الخطابه. لو كان عم يدرسها 3 سنين وشخص طلع بداله درس نفس الدراسه وطلع 5-6 مرات وقف قدام الجماهير، وحضرتكم اكثر الناس بتعرفوا بهذا الشيء، وقف قدام الجماهير وحكى، فهو اكيد اكتشف نقاط الضعف ونقاط القوه، طور نفسه، عرف كسر هذا الحاجز تماما. فكان عنده خبره كثير، صار عنده كلمه الخبره، لو هو 6-7 مرات اللي وقف فيها، بس هو صار عنده خبره. عرف كيف يكون شخصيته ويتعامل مع الناس. تمام. يعني في مقوله دائما بنسمع انه لكي تعمل لابد من خبره، ولكي تحصل على الخبره لابد من عمل. طيب نحن اليوم شو هي طرق اكتساب الخبره؟ تمام. هلا نحن طرق اكتساب الخبره هي واسعه، ولكن فينا نختصر الموضوع. اول شيء انه نحن ما نتعامل مع نفسنا بالبدايه بسلبيه، انه نحن غير قادرين ونحن ما فينا نوصل. اليوم اكتساب الخبره قادرين نوصل له بالتوسع المجال اللي احنا موجود، ممكن ناخذ الخبره مو شرط تكون بس عمل. دائما في نظرة دائما انه انا الخبرة دائما يعني انا توظفت بشركة يعني صار عندي خبر، يعني خبرة عفوا، يعني في خطوات معينة ممكن نمشي عليها. مش تمام، هي هذا اللي بدنا نحكي. انا الخطوات تمام بالبداية انا ما اكون سلبي ابدا، تمام، واقتنع بنفسي واوثق بحالي. الشغلة الثانية ممكن انا الجأ للعمل التطوعي. اليوم العمل التطوعي بيعطينا خبرات كبيرة وبيأمدنا كل الوسائل، ممكن نحكي عنه بشكل منفصل، ولكن العمل التطوعي احد الوسائل. العمل عبر النت اليوم هذا الشيء كثير مهم،
ممكن نحن نكون كاتب محتوى تسويق الكتروني حسب مجاله للشخص، فكمان هي الامور ممكن اليوم تكسبنا خبره، ممكن انا من خلال اتباع دورات معينه اختصاصيه بمجالي ودورات بالتنميه نمي فيها شخصيتي كمان هي خبره، ولكن لا دائما نحن نعتمد على الخبره انه نحن توظفنا يعني 3 سنين خبره، لا مو هي، بدنا نحن الخبرات بكل، ما هي الخبره اليوم؟ الخبره هي معرفه وهي مهارات، فانا بدي انميها من الطرفين. فهي هي الخبرة، أنا اليوم في هذول الخطوات اللي ممكن أمشي فيها. أكيد مفروض يكون شخص دائما نحن نقول متواجد على الأرض بالحدث، وذكرت حضرتك السوشيال ميديا هي الحالة اليوم صارت سوق عمل لشباب كثير راحوا لتأمين هذا العمل عن طريق النت. خلينا ذكرنا موضوع الجامعة، ولكن نحن ما بدنا كثير نهمش هي القصة لأنه اليوم الشهادة الجامعية أيضا مطلوبة وأيضا مهمة. خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم يكون الفرد عم يجمع بين الخبرة وبين الشهادة. هلا بين الخبره والشهاده امر كثير مهم. في ناس عم تكون اليوم شو عم تعمل؟ انه انا بخلص الجامعه والشهاده او شو ما كان او معهد او الى اخره، هي بعدين بنتقل لسوق العمل. نحن الفكره اليوم انه في عندنا تسارع بالزمن كبير. صح. وفي عندنا ناس مستنسخه كلها حاصله على نفس المحتوى نفس الكتاب ونفس الشهاده. اليوم. تماما. فنحن عشو عم ندور؟ عم ندور على المميز. فلما انت بتجمع الخبره اول شيء رح تعطيك حافز اليوم للدراسه لك، لانه انت حتعرف شو اهميه المحتوى اللي انت عم تاخده. ثاني شيء رح تنمي حالك، ثالث شيء حتسهل عليك الدراسه اذا كان بمجالك، اذا ما كان بمجالك انت صرت تعرف احتياجات سوق العمل، صرت اليوم انت قريب من سوق العمل، اليوم انا اذا بدي اجمع بيناتهم فانا اختصرت وقت، وانا انطلق اليوم بشكل مبكر اهم من اني انطلق متاخر، خصوصي بالزمن اللي احنا عم ننام عم فيه عم نلاقي الف اختراع والف قصه، وفي فرق بين الجيل 4 سنين ما عم يعرفوا ما عم يفهموا على بعض كثير، لانه في تطور سريع بالزمن، فكثير له اهميه، غير انه مثلا اذا جمع بين الخبره والعمل والدراسه، كمان في عنده استقلال مادي، كمان هذا الموضوع بخليه يصير بنمي شخصيته. اليوم إدارة الذات وإدارة المدخول وكذا كمان صار عنده تنمية صار عنده معارف، فأنا اليوم صنعت رجل مع شهادة فأنا وصلت للمرحلة اللي بدي إياها. أساس من أساسات صحيح النجاح. يعني اليوم منشوف أغلب طلاب الجامعات بمراحلهم الدراسية بيلجأوا للخبرات بيلجأوا للدورات التدريبية إن كان بالسنة الثانية أو الثالثة، بينما البعض منشوف أنه لا بعد التخرج هن حابين يحصلوا على هي الخبرة. برأيك العمل أثناء الدراسة أو هي الخبرات مهم نحن نكتسبها أو لا ننطر لحتى نتخرج بعدين ناخذها؟ هلا تماما، هلا مثل ما حكينا هلا قبل شوي، نحن اذا بلشنا بالبدايه بيكون افضل بكثير، ما بدنا نحن ننطر لبعدين. بس مش عم يقولوا انه ممكن ياثر على مستواهم الدراسي او شيء، انه هيك بيقولوا يعني. تماما، هلا يقال كثير وانا ما عندي وقت، وانا بنشوف بالجانب الثاني انه في شخص عم يدرس وعم يشتغل وعم يعين العائله. كثير هاي القصص، كثير هاي النماذج الامثله اللي صارت تماما، خصوصي بالوضع الاقتصادي، واليوم عم يتطور وعم ينجح وعم يكون مميز اكثر، بده يدير الوقت. وإذا دار وقته صح فبلاقي أنه هو الوقت طويل، ولكن احنا دائما عنا أنه بدنا نبلش دراسة ومدري شو، إذا صارت شغلة يلا منبلش بكرة، لا بدنا ندير وقتنا، بدنا نعرف أنه اليوم هذا الوقت بس راح ما عاد يرجع ومو ملكنا، وما في وقت اليوم للرفاهية أبدا، الرفاهية بتيجي بعدين بعد ما نأسس حالنا وبعد ما نوصل وبعد ما ننجح بننتقل لموضوع الرفاهية، ولكن من هلا رفاهيه ومن هلا بدنا نبلش متاخرين، اكيد هذا الشيء انت رح توصل يعني للاسف لموضوع فشل وحتوصل متاخر ورح تندم، فما توصل لهذه المرحله، لا ادرس وبلش وانطلق من هلا فبيكون افضل لك ولاقي فرصك، واليوم بكره بيشوفوا المصيبه لما يتخرجوا بلاقوا انه شو بدنا نساوي؟ بتطلعوا الحياه صارت كثير كبيره، وين الخبره؟ وين الكذا؟ يا ريتني عملت، لا بلشوا من هلا نصيحه واستفيدوا من الناس اللي وصلت واللي عندها خبرات واسمعوا كيف وصلت كيف عملت، هذول الناس هن بيعطوا اختصار سنين طويله بيعطيك الخلاصة وبيعطيك فشل ونجاحه كمان، فكتير مهم هذا الموضوع. دائما عالم التنمية بيركز على نقطة وهي تنظيم الوقت وإدارة الوقت، نحن كيف قادرين ننظم وقت اللي بنكون بنذكر الجامعة، بس كمان في عندك بالطرف الثاني في عندك أشخاص كتير دراستهم الجامعية بعيدا عن مجال عملهم ونجحوا بشكل كتير كبير بهذا المجال، يعني قد المهم نحن اليوم ما يعني انه ما نتقيد بمجال العمل بمجال الدراسة انه نروح بنفس المجال للعمل يعني. تمام، هلا يعني خلينا ناخذ اليوم مثال مثلا انه اعلاميا يعني في عندنا كثير اشخاص يعني عندهم خبرات اعلامية ولكن مجال عملهم هو بعيد تماما عن مجال الاعلام، ولكن هم من الاشخاص الناجحين بهذا المجال. تماما، هلا دائما نحن بحاجة للمعرفة بكل مجالات الحياة للنجاح.
دائما القائد هو معرفة بكل مجالات الحياة، والمدرب والشخص الناجح بيكون عنده معرفة بكل الأمور. هلأ ممكن نحن بسبب علامات، بسبب توجيه أهل، بسبب أمور فتنا فرع جامعي ما منحبه، ولكن نحن في عنا أمر معين منحبه، منحب نشتغل فيه. دائما النجاح سواء بالدراسة أو بالشغل بده يكون في حب، بده يكون في شغف. فكل ما حبينا، مهما تعبنا، مهما جات الدنيا، مهما صار قصص وسياق، نحن دائما حنتطور. حتى هذا العذاب بيصير فيه لذة، بيصير فيه نشوة للوصول. حلو. فممكن مثل حضرتك حكيتي انه احيانا كمان حتى بنشوف وزراء اليوم بمكان هن دارسين، غير ليش؟ لانه هن ابدعوا بالمجال اللي هن فيه، تمام، ووصلوا. فمو دائما نحن نكون انه اذا نحن اختصينا بجامعه فدائما نربط الابداع بموضوع الدراسة، تماما، ودائما بدنا نشتغل كذا ونشتغل ونشتغل. لا، بدك تتطور. حتى نحن بننصح الناس لما فرص العمل، مو شرط انت تلاقي فرصه عمل بمجالك. يعني ممكن شخص دارس اداره اعمال بيقول لك انا بدي اطلع مدير حتى اكسب خبره. ممكن انت تشتغل بمثال بسيط هن ما بيتقبلوا، انه مثلا محل البسه، فانت بتتعمل تتعلم فن التفاوض، الاقناع، حل المشكلات. طيب مو من هذول من اساسيات المدير؟ محاسبه كمان، يعني والمحاسبه تمام. بس يعني المشكله نحن للاسف اليوم الشباب ما عم، بسبب قله الفرص، يعني عم نشوف كثير شباب نتفاجئ انه اليوم مثلا بيكونوا خريجين ولكن عم يشتغلوا شغل بعيدا تماما عن مجالهم. فهي خلينا نعتبرها خبره يعني، وهي أكيد تحفيز للامام يعني. تمام. طيب خلينا نتعرف اكثر على مهارات النجاح لاي عمل. يمكن عندنا مهاره التواصل الاجتماعي، مهاره المرونه، هذول المهارات قديش مهمين اليوم لما نتقدم لأي سوق عمل؟ تمام. شو المهارات اللي لازم نحن نكتسبها؟ هلا المهارات العامة لأي عمل كان، لازم يكون عندنا المهارات القيادية الموجودة، مهارات اللي حكيناها هلا من شوي، فن التفاوض لازم يكون موجود عند أي شخص، المرونة بالتعامل، تقبل النقد، مهارات بحل المشكلات، مهارات بقراءة الشخص الآخر. المهارات اللي دائما بتكون موجوده وعم تنطلب اكثر اليوم مهارات الحاسب، لانه كل شغل غالبا عم يكون فيه حاسب. المهاره اللي لازم نحن يعني هي تعد خبره ومهاره وكل الامور يعني تندرج تحتها، اللغه الانجليزيه لازم تكون موجوده عند كل شخص، يكون ماهر باللغه الانجليزيه، مو بس دارس اللغه الانجليزيه، لانه كمان صارت مطلوبه باي عمل. مهما كان العمل بسيط عم تطلب اللغه الانجليزيه، يكون عنده معرفه بالحياه، ويكون هذا الشخص اليوم قادر بانه يدير نفسه ليدير العمل. فهي مهارات أساسية لازم نطور حالنا عليها ولازم تكون موجودة دائما عنا. أهميتها اليوم بأنه بكل عمل اللي احنا موجودين فيه حنتعامل بكل هدول، سواء كان العمل صغير أو كبير، سواء كان موظف صغير أو مدير، حيتعامل فيه إن شاء أن أبا بموقف ما، مهارة تحمل الضغط، مهارة فن الاستماع اليوم كمان مطلوبة. صحيح. فنحن حنطبقهم. فهدول لازم كل شخص يشتغل عليهم من أي مصدر كان، سواء كتب أو دورات أو يطور نفسه، أو اليوم عبر اليوتيوب أو هالأمور كلها موجودة، صار وصار في سهولة بالحصول على المعلومات. بتشعر أنه هذا الجيل مستعجل، يعني مهارة فن الاستماع شوي صارت قليلة عنا، يعني عم نروح فورا للأسف. يعني ذكرنا موضوع العمل التطوعي، خلينا طبعا اليوم نوضح نقطة. نحن ما عم نحكي فقط بالمجال الخيري أو المؤسسات أو الجمعيات. اليوم شو بتقصد بموضوع العمل التطوعي بمجال التنمية البشرية؟ هلا بمجال التنمية البشرية وعمل تطوعي، انت بدك المقصد ولا شو الفوائد منها؟ خلينا نحكي المجالات. يعني انا اليوم مجالي بالتطوع فقط بالجمعيات وهدول القصص، يعني اي حدا عم يشوفنا بيعرف انه اليوم التطوع بيروح فقط للجمعيات، للمؤسسات، اني انا اكون احد الاشخاص المتطوعين بهي الجمعية. تمام. هلا هن الاساس، هن الاساس اليوم. انا اتطوع باتحاد او بجمعيه او بمؤسسه، ولكن هي الفكره مو هون، الفكره بالتطوع. هن عندهم دائما اخذين فكره التطوع انه اخذين بس فقره العمل المجاني. انا هاي الفكره. أي يعني شو المجالات اليوم؟ مجالات واسعه ما فينا نحكي عليها، من ضمن عمل مؤسسي وكذا ومهني، هذا واسع ما فينا نحكي عليه. فينا نحكي على مجال معين الثاني اللي نقول اليوم انا شو اهميه ان يكون انا بالعمل التطوعي. اما هذاك بحر طويل اذا حكينا عليه بصراحه، يعني في كثير انواع، تمام. ولكن انا الفوائد اللي انا ممكن احصل عليها من العمل التطوعي هي اليوم انا بتطور لي مهارتي، بتطور خبراتي. انا طول ما عم اشتغل مجاني فانا في مكان او شبه مجاني، يعني غالبا بتكون، فانا بمكان معناته بحب التطور وبحب التميز، لانه ما عنده اهداف تجاريه، فهو مكان داعم لبيئه للنجاح. فهذا اكثر مكان انا بسعى له انه يطورني وداعم للنجاح وبحب اني اتميز.
فأنا كسبني. بنفس الوقت أنا لما انتقلت لعمل تطوعي اللي هو بيعطيني الخبرة، واللي غالبا بالدول الخارجية يعني يدفع حقها، نحن عنا ممكن تطوع، ممكن كذا، ممكن تدريب مجاني، برا حقها كتير غالي. هذا الشيء لا موجود عنا، فمتعرف على ناس، والتعرف على ناس من خبرات وثقافات وشرائح مختلفة بكسبنا معارف وشبكة من العلاقات اللي هي أساس نجاح كل شخص. غير المسؤولية، بيحس المسؤولية ونزع اليوم من الشخص روح الأنانية اللي هي موجودة بهذا الجيل بسبب السوشيال ميديا الموجودة والعادات المغلوطة والأمور اللي عم تنشر، يعني حتى ما عم نلحق نواكبها كلها بسبب السرعة الموجودة. فبتسحب روح الأنانية الموجودة، بتصير في روح المشاركة، روح العمل الجماعي، حب للجميع. تماما. يعني يمكن حاولنا نركز قد ما فينا على أهمية العمل التطوعي اليوم مشان الخبرة، لكن خلينا كمان نلجأ نحكي عن الدورات التدريبية. اليوم كثير من الطلاب، كثير من الأشخاص بيلجأوا للدورات التدريبية لحتى ياخذوا خبرة مهنية علمية عن الموضوع اللي عم يتخصصوا فيه. طيب بنشوف ببعض الأحيان في دورات استغلالية بينما البعض تكون مناسبة. قد ايه مهم اليوم يلي حابب يسجل دورة تدريبية بأي مجال يختار المركز صح، يختار المدربين، يختار المواضيع يلي لازم يركز عليها؟ تمام. هلا هذا الشيء بقى اللي احنا على طول بنلتمسه بالواقع. اليوم في في بشكل عام دورات عم تكون اسعارها خياليه. وبصراحه هون يعني الشخص لازم دغري يعرف انه في هدف تجاري، يعني احيانا حتى انا بكون عم قلب بشوف علق بنقطه وكذا بيوصلني اسعار انا بنصدم، وبنصدم انه في ناس عم تسجل وبنفس الوقت في نفس المحتوى عم يتقدم باماكن باسعار يعني مناسبه. واليوم انا لما بدي اروح لازم اعرف من هذا المدرب اللي عم يعطيني شو اساسه، قديش عنده ساعات من الخبره، شو من وين جابه للخبره. يعني مو شرط مثل ما حكيت حضرتك يكون شخص فات على الجامعه مختص بشيء حتى يدربه، بجوز عنده خبره طويله وبيكون هذا الشخص عنده معرفه اكثر من الطالب. فأنا بدي أشوف شو أساسه، أعرف مين هذا المدرب اللي عم يدربني، شو السبب إنه عم يدربني، شوف إنه هل هو الهدف مادي. اسأل اليوم السوشيال ميديا أسهل منا، إذا كتبنا اسم المدرب فلان أو معهد فلاني أو دورة فلانية ثواني كل التعليقات السلبية والإيجابية تصير. صحيح. تماما. فأنا لازم أهتم بهذا الموضوع، والدورات التدريبية كتير مهمة للطلاب إنه يكونوا فيها. واليوم كانت صعبة إن الشخص يحصل عليها، اليوم صارت أسهل. أما بتكون بالواقع أو عم تكون عن طريق المواقع الإلكترونية أونلاين عم شوفها تماما أونلاين عم تكون شبه مجانية أو مجانية ومع شهادة فاليوم في سهولة. فأنا بنصح الناس تروح على دورات تخصصية ودورات بالتنمية، مو لأنه نحن بنعطي تنمية ولكن أنت بتنمي شخصيتك، لأنه تنمية الشخصية اليوم مطلوبة بأي مكان. دائما بنشوف نحن بدورات إعداد المدرب نسأل أنتم مين، فبيكون في مهندس المدرب المتدرب عفوا، في مهندس وفي طبيب وفي محامي وفي كل المجالات. السبب لما بنسأل شو السبب اجيت له، أنا أطور نفسي، فهو هذا شخص ناجح لأنه الإنسان منتج بده يسوق عن نفسه سواء بالسوشيال ميديا سواء اللي احنا قاعدين لقاء، فبده يسوق عن نفسه صح، بده يعبر عن نفسه صح ليلاقي فرصته صح. للأسف صرنا نشوف بالفترات الأخيرة يعني إعلانات لكورسات ودورات تدريبية لأسماء، يعني بجوز ما بنذكر أسماء ولكن هن ما لهم هالوقت بمجال سوق العمل أو الخبرة. صحيح. فدائما احنا بنركز أنه على الجهة المعنية بإعطاء الموافقات بإعطاء هدول الكورسات. يعني مثل ما ذكرت حضرتك اليوم نحن بحاجة لحدا سنوات كبيرة من الخبرة. خلينا هيك سريعا قبل ما نختم، اليوم حكينا بشكل عام عن ضرورة الخبرات، ولكن في أشخاص عندهم مشروع الخاص، بداية مشروع من مشاريع متوسطة وصغيرة، في فروق اليوم باكتساب الخبرات أو في شيء لازم يختص في كونه اليوم العمل فردي وليس جماعي؟ تمام. يعني بدك انت اليوم تكون النصائح لهالناس اللي بدها تبلش بالمشاريع. طيب هلا اي شخص بده يفوت على سوق العمل او يبلش مشروعه الخاص، بالبدايه نحكي على الشخص اللي بده يفوت على العمل، انا بنصحه اليوم انه يخضع لشيء اليوم هو للدورات اللي بتعطي الشهادات الخبرات، لو ما حصل على الشهاده يحصل على الخبرات، يكون الشخص عنده خبره. لانه اي عمل بدك انت تروح عليه اول شيء ينظر للسي في والشهادات الموجودة، ثاني شيء للمقابلة اللي هي الخطوة الثانية. فالخبرات الكبيرة بعيدا عن كيف تجري مقابلة وتنجح بمقابلة، الخبرة الموجودة عندك بتأثبت نفسك لو أنت كنت بس طالب جامعي أو متخرج حديث واللي هو أصعب شخص، فبتأثبت نفسك بالمقابلة ممكن أنت اليوم تحصل على فرصة. الشخص اللي بده ينشئ مشروع بالبداية أنا بدي أقول له اليوم أنه لازم نحسب دائما الفشل.
تمام، ولازم نحسب دائما اي مرحله. دائما انت اذا بدك تفتح مشروع كون موظف في هذا المشروع بشركه ما بتشتغل بنفس المجال لتوفر على حالك وقت وخسارات وعثرات بتوقع فيها المدراء، فانت بتكسب هاي الخبره بعدين انطلق لمشروعك الخاص. قد ايه مهم اليوم مديرك بالشغل، يعني شغلات ايجابيه انه وقت بيكون الشخص عنده هي الخبرات. بدنا نشكر وجودك لليوم وشكرا لكل المعلومات، ودائما نحن بنتمنى توفير الفرص المناسبه للشباب وخاصه ضمن الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها. اليوم عندنا طاقات كثير مهمه بحاجه لشويه اضاءه وشويه دعم. شكرا لك. شكرا كثير لك ويعطيك العافيه. الله يعافيكم يا رب.